لقد اكتشف النواب أن وجود القوات الأجنبية يمس بالسيادة الوطنية، فقرروا أن يطالبوا الحكومة بإنهائه. أما الحكومة فإنها ليست في حاجة إلى أن تقف حائرة بين طرفين لا خصومة بينهما، فهي إضافة إلى أنها تعرف كل شيء، ما خفي من المسألة وما ظهر، فإنها تدرك أن خصومها يلعبون في الوقت الضائع بل خارج الملعب. أنصار إيران في الميليشيات وفي مجلس النواب يطالبون برحيل القوات الأمريكية فيما تلتزم إيران جانب الصمت. ليس سراً أن إيران تعيش أزمة مزمنة مع الولايات المتحدة، وفي المقابل ليس سراً أيضاً أن كل ما يجري في العراق ومنذ سنوات طويلة إنما هو محصلة اتفاق أمريكي إيراني. إيران موجودة في العراق بموافقة أمريكية، فهل تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة إيرانية من أجل الإبقاء على قوتها في العراق؟ فهل علينا أن نصدق أن الأطراف التي تدعو إلى رحيل القوات الأمريكية لم تطلع على ذلك الاتفاق ولم تره مجسدا على الأرض؟ هناك الكثير من الكذب الذي يقال في العراق، كذب يكشف عن امتهان أصحابه لكرامة العراقيين من خلال إيهامهم بوجود مبدأ السيادة الوطنية.